بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 126. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الوصايا امتداداً لحلقتنا السابقة. فمن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأفاد أنه إذا لم يكن له ورثة فإنه يجوز أن يوصي بكل ماله في سبل الخير. وروي جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به جمع من العلماء، لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة، فإذا عدم زال المانع، لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم، فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، انتهى. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يفي ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها، لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجدت دفعة واحدة، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول في الفرائض. مثال ذلك: لو أوصى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمئة ريال، ولثالث بخمسين ريالا، ولرابع بثلاثين، ولخامس بعشرين ريالا، وثلث ماله مئة ريال، ومجموع الوصايا 300 ريال، فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما وصي له به فقط. ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار لصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصح الوصية، كما لو وصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ثم مات ابنه عند الوفاة فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة، لأن أخاه صار عند الموت وارثا. ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصي. قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، أما إذا كانت على معين فإنها تلزم بالقبول بعد الموت. ومن أحكام الوصايا أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها، لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت، ولما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية، فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته. ولو قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياة الموصي
فالوصية له، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمر، وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمر في المثال. ومن أحكام الوصية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا، وإن لم يفي به وإن لم يوصي به لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، فدل على تقديم الدين على الوصية. وفي الصحيح اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث بالإجماع. والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر حثا على إخراجها واهتماما بها، وجيء بكلمة أو التي للتسوية فيستويان في الاهتمام وإن كان الدين مقدما عليها. أيها المستمعون الكرام، إن أمر الوصية مهم حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وحثا على تنفيذها ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوغ شرعي، قال سبحانه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره والتبديل التغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به انتهى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال الحديث عن أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.